مالك مخلوع؟ مالك ما مرتاحش؟ السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. بغيت غير نشكر، ما عنديش شي معلومة ولا شي حاجة، بغيت غير نشكر الناس والأصدقاء والإخوة والأخوات الذين يدعمونني في كل مرة. صراحة يعني أنا ممتن وشاكر لكم جميعا، شكرا على المجهود ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم والمساندة ديالكم. تبارك الله، قربنا نوصلوا 1000، كنتمنى توصلوني 1000 مشترك ان شاء الله. نوصل 1000 مشترك، نحاول نبقى نعمل شي واش ديال فيديوهات يعني مباشرة، كيفاش كيقولوا لايفات او الحفلات، نحاول نعمل شي حاجة باش نسالي هاد السويع. صراحة السويع ما كيتسالوش، هادشي كيدي الوقت بزاف، وكما قلت سابقا خصني نعمل فيديوهات بزاف باش نحقق هاد الشرطين الاولين. كما كيعرفوا الجميع يعني خصك الفيديوهات بزاف، او لا خصك فيديوهات طوالين، حيتاش انا الجمهور ديالي قليل، يعني حتى ديك الناس ربي كيعمل فيهم البركه، واخا هما قلالين ولكن الصراحه يعني كيتفاعلوا معايا مزيان. كنشكركم بزاف، وكنتمنى نزيدوا مجهودات اكثر باش نوصلوا غير 1000 مشترك ان شاء الله، باش نفتح مباشره، نبقى نهضر فيديو، يعني نعمل فيديو مباشره. شنو اللي مزيان في الحفلات؟ هو انك كتعمل واحد الحفله او لا واحد اللايف مباشر، كتهضر على اي حاجه، كتعمل فيديو مباشره، كتهضر كتناقش مع الناس الى اخره، يعني داكشي عادي، ما كيحتاج منك لا مونتاج لا حتى حاجه، صافي سيب. صور فيديو فيه ساعة نص ساعة كذا إلى آخره، لوح مباشرة كيمشي مباشرة، حتى إذا كان شي حاجة يعني كيمشي للمراجعة ساعة ولا 2 ساعات ولا 3 ساعات كاع كتلقاه في يوتيوب، يعني مشى، ما كيحتاجش منك أنك تحمل أو لا تعمل مونتاج أو لا حاجة، كيمشي فيديو مباشرة. وكنتمنى التوفيق للجميع، دايما تعاونوا 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 مع بعضكم البعض، حيتاش بلا تعاون مستحيل تنجح. انا عمري ما سمعت شي واحد وصل، سواء يوتيوبر سواء اي حاجه، يعني ما يمكنش توصل بدون مساعده الناس الاخرين، دايما خص المساعده، شي يساعد شي، شي يعاون شي، شي يوقف مع شي، شي يوقف مع شي، وربي كيسهل، ربي كيجيب التيسير لكل واحد ان شاء الله. والانسان خص يكون صادق، صادق مع نفسه ومع الاخرين ومع الله الذي يراقبه، يعني الانسان يكون مخلص في العمل ديالو. اذا شفتي فيديو حاول تشوفه كامل، حاول تدعم خوتك، حاول اذا طلع لك الاشهار حاول تفرجه لله في سبيل، يعني هذا احسن دعم. اذا كان انسان عنده قناه مثلا طلع عليها الاشهار، خصك تفرج الاشهار، وحتى اذا كان شي اشهار يعني مخل، بعض المرات كيكون شي اشهار خايب، حاول تغض البصر او لا المهم اعمل شي حاجه، حيد له الصوت وخليه شاعل طلاق الى اخره. هذا احسن دعم للناس اللي القنوات ديالهم مفعله. وانا الفيديوهات ديالي حاولوا انسان يطلق الفيديوهات مثلا لونغ، اللي كاين شي حاجه تتعلم منها تفيدك مزيان، شي حاجه ما فهمتيهاش يطلق الفيديو وخليه شاعل كدعم لي، وانا كنشكرك بزاف. و ما عرفتش هذا ما كان، مالك مخلوع؟ مالك ما مرتاحش؟ وهذا ما كان، كنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.